هذا نقطة ندار. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيره حول اخر المستجدات على الساحه العراقيه، لا سيما ثوره تشرين وتظاهرات والاعتصامات المستمره. اليوم شيع اهالي مدينه الناصريه مركز محافظه ذي قار جثمان الشهيد وليد غانم الخفاجي الذي استشهد بعد استهدافه برصاص الميليشيات المسلحة التابعة لأحزاب السلطة أمام جامعة العين وسط مدينة الناصرية. أكد المتظاهرون مواصلة اعتصاماتهم السلمية حتى تحقيق المطالب المشروعة، وأشاروا إلى أن عمليات القمع المستمرة من قبل الميليشيات لن تثنيهم عن المضي بثورتهم. نشوف المقطع من الناصرية ونرجع لكم. الله والدي البراء ذمه الفاتحة رحم الله والديكم قول الفاتحة رحم الله الشهيد وليد غانم الخفاجي من أهالي الناصرية. طبعا كذلك قام متظاهرون في مدينة الناصرية بإغلاق 3 جسور وتقاطع به الإدارة المحلية وسط المدينة، وذلك عن طريق حرق الإطارات في إطار الاحتجاج دعما للإضراب العام. مصدر ميداني قال بأن الجسور التي قطعها المتظاهرون هي الزيتون والنصر والحضارات، فيما استمرت الحركة على الجسر الكونكريتي والحديدي البديل. كذلك المصدر الميداني أضاف بأن تعطيل الدوام في الدوائر الحكومية والمؤسسات ما يزال مستمرا. طبعا توافد متظاهرو مدينة الناصرية إلى ساحة الحبوبي للتضامن مع المعتصمين في الساحة. المتظاهرون رددوا هتافات تندد بالفساد الحكومي المستشري في جميع مفاصل الدولة، كما
أكدوا مواصلتهم بالتظاهر السلمي حتى تحقيق المطالب. خلونا نشوف جانب من اعتصامات وتظاهرات أهالي الناصرية في ساحة الحبوبي. كما خرجت طالبات قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار في تظاهرات داعمة للإضراب العام ودعم لانتفاضة تشرين حتى تحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها إسقاط نظام الأحزاب الفاسدة. كذلك نظم طلبة المدارس المتوسطة والإعدادية في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار مسيرة في ساحة الاعتصام للتأكيد على الاستمرار بالإضراب العام عن الدوام حتى تحقيق المطالب الشعبية في التغيير السياسي الشامل. مشاركون في المسيرة قالوا بأنهم أمضوا 4 أشهر من الإضراب ولا يمكن لهم العودة مجددا في ظل المماطلة والتسويف من قبل الكتل السياسية في الاستجابة لمطالب الثورة المشروعة. أظهرت لقطات مصورة خروج تظاهرة طلابية في الناصرية تأكيدا على استمرار الإضراب العام تضامنا مع الثورة ومطالبها. طبعا في ذي قار كذلك المئات من خريجي المعاهد التقنية خرجوا ونظموا مسيرة تضامنية مع ثورة تشرين ودعما لمطالبها. المشاركون في التظاهرة قالوا بأنها تأتي دعما لاعتصام الناصرية وتأكيدا على استمرار الاعتصام لحين تحقيق المطالب، ومن ضمنها تقديم المتهمين في قتل المتظاهرين خلال الفترة الماضية. في كربلاء، نروح الكربلاء، خرج طلبة محافظة كربلاء بتظاهرات حاشدة اليوم للتأكيد على استمرار الإضراب العام على الدوام حتى تحقيق المطالب. المتظاهرون رددوا كذلك هتافات تؤكد المضي في التظاهر السلمي حتى تحقيق المطالب، نددوا بالمماطلة، نددوا بالتسويف من قبل السلطات الحكومية في الاستجابة لمطالب الثورة. نشوف مقطع من تجمع وتظاهرات كربلاء ونرجع لكم. كل من قال نموت لا بنموت، كل من قال نموت لا بنموت، كل مين كسر باقه لا بنموت، كل مين كسر التابوت في البصرة. دعت اللجنة المنظمة للتظاهرات إلى إقامة تظاهرة موحدة لطلبة جامعات البصرة يوم غد الثلاثاء تحت عنوان مسيرة تثبيت المطالب. تأتي هذه الدعوات بالتزامن مع خروج طلبة جامعة البصرة بتظاهرات حاشدة تضامنا مع ثورة تشرين المطالبة بإسقاط العملية السياسية وإسقاط الأحزاب الفاسدة. نشوف مقطع من تظاهرات واعتصامات محافظة البصرة ونرجع لكم. غير شيء تغيير وضع العراق الجذري، تغيرت يعني بعض المناصب مثل رئيس الوزراء، لكن احنا مستمرين حتى مجلس النواب اللي هو موجود حاليا ما نريده، يعني نريد تغيير، انتخابات مبكرة تلوق للطلاب للشعب كل العالم تلوق لها. لان احنا اليوم طلعنا للشارع واحتجاجاتنا سلمية، ومطلبنا ان نغير الحكومة والكابينة السياسية بشكل عام، ونريد حكومة نزيهة حتى تحقق مطالب الشعب، وما نرجع لما تتحقق المطالب كلها، ونطلب يعني انه يكون يخلونا رئيس وزراء يعني راضي به الشعب. محمد علاء مرفوض باسم الشعب ولهذه الاحتجاجات والمسير اللي قاعد يطلع، وما نرجع حتى تكتمل الكابينة السياسية بشكل عام وكابينة سياسية نزيهة وشريفة. تنطلق جامعة الكوفة بطلابها وأساتذتها وكوادرها اليوم إلى ساحة الصدرين كمسيرة مساندة وحاشدة، رافضة للظلم ورافضة للنظام البائد، النظام الاستبدادي، رافضة لنظام الحاكم.
نحن طلاب جامعة الكوفة نعلن عن استمرارنا بالثورة وأن الثورة قائمة ودائمة ولن ننثني عن موقفنا. اليوم احنا مسيرتنا مسيرة حاشدة من وفاء وإكراما لدماء الشهداء اللي سقطت في عموم العراق وبالخصوص أخينا وصديقنا مهند القيسي. اليوم هاي المسيرة مسيرة حاشدة ضد الظلم وضد الفساد وضد الأحزاب الفاسدة وضد الحكومة الحالية. احنا اليوم هاي مسيرتنا شريد نريد نطالب حقوقنا، حقوقنا المشروعة. اولا يعني اجلاء او رحيل رئيس الوزراء هذا، نريد رئيس وزراء غير جدلي. ثانيا اقرار قانون انتخابات تمريره على مجلس النواب واعلان انتخابات مبكرة. شفنا ردود فعل طلاب مدينة الكوفة في النجف، واستمعنا إلى أنهم يؤكدون على استمرارهم بالإضراب عن الدوام، استمرارهم بالاعتصام، استمرارهم بالتظاهر السلمي، وبعدها شفنا تظاهرات من البصرة. في محافظة القادسية توافد طلبة في مدينة الديوانية على الرغم من انخفاض درجات الحرارة. طلبة جامعة القادسية أكدوا على استمرارهم بالتظاهر حتى تحقيق مطالب ثورة تشرين بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة. معنا اتصال أيمن من بغداد، تفضل أيمن. أيمن مرحبا عمر، مرحبتين، أهلا وسهلا بك. تحية أخي، تحية لك ولقناتك المفضلة. حياك الله، يا هلا بك. أيمن من بغداد، يا هلا بيك. أول شيء الرحمة لشهداء الثورة والشفاء العاجل لجرحانا. تحية أخي، تحية لك والقناة المفضلة. هيا شبا يعني من البحثة، يعني أول شيء الرحمة لشهداء الثورة والشفاء العاجل لجرحانا. أيمن ما تنصلنا التلفزيون. أيمن، أيمن. نعم. التلفزيون. نعم. يمك صوته عالي. لا لا ناصي. ها تمام، تفضل. لا. نعم. والله يا أخي إحنا متدمرين من هاي الحكومة التعبانة. النوبة طلع لنا مقتدى وبذول أهل هذا تداير الصدر، وهذا إحنا شيء يعني متدمرين من وراء مقتدى، ويومية يجي بمسألة يومية بشكل يطلع لنا ومقشمر الشعب، وحتى التيار الصدري مقشمر. نعم. ايه، وانا اشكركم جزيل الشكر. الله يسلمك، انا اشكرك. ايمن من بغداد. ابو حسين من الرمادي، تفضل ابو حسين. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحييك سادر ابن سامي. حياك الله يا اهلا بك. بالنسبه استاذ عمر، احنا هاي الساحات المناطق الغربيه من وقفت واعتصمت وثارت غير على نفس المطالب هذول اللي مثل ما طلبوا اخوتنا بالجنوب. يعني شلون ويا هاي العصابات، شلون ويا هاي الاحزاب هاي الفاسده، يعني هاي المعممين اللي حاطين عمايم يضحكون على البسوم، يضحكون على رب العالمين. يا أخي ترى الدين ما ينباك بوك. أنت إذا أنت رجل دين معمم، إلزم الحسينية، إلزم الجامع، ما لك دخل بالسياسة. مثل ما مقتدى الصدر نصب الخيمة ماصر الخضراء وراح اعتصم ويضحك على ربعه ويضحك على الشعب العراقي، خلي يروح يقعد بقوم هناك. لأن هو إذا هو عراقي ويقول أنا عراقي، يجي هنا في البلد يحافظ على الشعب، مو قاعد بقوم وجاي يذبح بالشعب العراقي.
يا اخي هاي مساله، هاي مو 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 حكومه، هاي وانما عصابات حاكمه البلد. هاي اللي رادين حكومه، جنايات دوليه، حقوق الانسان الدولي، شكلون محاكم عليهم لانه اجرم من الشعب العراقي. يعني هاي مهزله والله، صرنا ما حتى مضحكه للدول، لكل الدول الامه العربيه. يعني العراق راح ضاع وتاع. والله يا اخي اذا ما ترجع حكومتنا الاوليه وجيشها النظام السابق وشرطتها الاوليه يلا يحافظون على البلد هذا. ولا والله يا اخي احنا هسه متالمين على انه بالجنوب. يعني هالشباب هاي اللي راحت يجي بلاش، يعني مو جريمه. ابو حسين ان شاء الله البركه بالشباب. انا احييهم. نعم. انا احييهم واقبل رؤوسهم وابوس رؤوسهم. والله يا اخي اذا ما هاي الشباب تصور وتغلى على العصابه هاي المجرمه، ولا هاي المصيبه هاي كارثه كبرى والله. وانا احييهم والرحمه للشهداء والشفاء ان شاء الله العاجل للجرحى. والله متالمين عليهم احنا كثير كثير، لانه ما نقبل عراقي ينظر ولا نقبل واحد يقتل. بس هاي عصابات الله ربها علينا من ايران واتباع ايران. وأنا أشكرك أستاذ عمر. حياك الله أبو حسين من الرمادي كان معنا. أبو حيدر من النجف يقول السلام عليكم. بالنسبة إلى بعض المتحدثين باسم تيار الصدر يتكلمون عن الثورة يقولون بأنها مظاهرات فجور وفسوق وعصيان، ألم تكونوا أنتم الداعمون لهذه الثورة؟ ألم تقولوا بأنها ثورة إصلاح؟ لم تكون نساءكم وبناتكم وأمهاتكم مع المتظاهرين؟ كيف تطعنون بأخواتنا ونسائنا، بأخواتنا ونسائنا وبناتنا الشريفات العفيفات بهذا الكلام الدنيء والرديء؟ هذا دليل على أخلاقكم، وأنتم تعلمون بأن هذه الثورة هي ثورة إصلاح وفلاح والقضاء على الفاسدين أمثالكم الذين سرقوا العراق أكثر من 15 عاما. أنتم لو كنتم صادقون بنواياكم لأخرجتم الفاسدين من مناصبكم السياسية والحزبية. واعلموا بأن هذه الثورة هي ثورة إصلاح، وبإذن الله النصر حليفنا والرحمة والإكرام على شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا الأبطال. بيننا وبينكم الله، والله خير الحاكمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فاتم من ألمانيا تقول مساء الخير لقناة الرافدين، يرحم الله كل الشهداء والنصر للمتظاهرين وتسقط الحكومة الفاسدة. نعم، معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يسلمك ويبارك فيك. يا هلا. بخصوص المظاهرات اللي حاليا صار عليها، يعني هوسه ناس تقول المظاهرات ليش طالعين، وناس تقول لا حقهم، وناس تقول بطلانين، وناس تقول لا هذول جوعانين محتاجين. طبعا المظاهرات بصورة عامة اللي حصلت بالبلد بعد مستحيل تحصل مثلها مظاهرات في تاريخ العراق. والدليل المظاهرات من انبثقت؟ انبثقت من طبقة شابة واعية غير متحزبة غير مرتبطة بأي حزب، ولذلك تشوف الأحزاب كلها صدت لها، كلها صدت صدت بحيث هاجمتها بكل الوسائل، يعني بالإعلام، بالقسوة، بالقتيل، بالترهيب. الدليل شنو؟ الدليل بأن ما يريدون الشعب العراقي يرتاح. وإلا كان من أول يوم، من أول يوم 1/10 كان لبوا المطالب وفضوا هالمشكلة هاي. الحكومة تلعب على مشاعر الشعب العراقي. بس أنا عتبي طبعاً، عتبي على الشعب اللي جاي يتفرج، مو المنتفض ما جاي يتفرج. اقول ليش انتم جاي تفرجون؟ انتم ما تبون الحكومه جاي تضحك على الشعب. يعني انا راح اخصص هم طبعا جماعه سيد مقتدى، ما عندهم تفكير، ما عندهم عقيل، ما عندهم شيء يفكرون به، ما يشوفون مقتدى شنو اللي سواه للعراق، شنو سواه للبلد. اشوف 40 برلمان، عفوا نائب برلمان عنده، شو الوزارات عنده، نفسيتهم جماعة التيار الصدري كاتلهم الجوع، كاتلهم الفقر، وكاتلهم الضيم، وخبزة ما ماكلين. شنو الدفاع عن مقتدى؟
شنو الدفاع؟ احنا شغلات المقتدى وشغلات البلد، البلد اكبر من المقتدى واكبر من من اي واحد. ليش ما تفكرون مستقبل اطفالكم؟ اقول الى متى انتم يعني مخليكم مقتدى لعابات؟ روح تعال تشتغل على الريمون، مو عيب. انت عراقي تشتغل على الريمون، ساعه يوديك ساعه يجيبك، عيب اشتغلوا هذول اخوتكم. ليش التسقيط هذا؟ ليش يوم تجيبون حبوب، يوم تجيبون مشروبات، يوم تجيبون يعني بنات تعبانات ويتسمون للمظاهرات؟ هاي معروفه، ماكو واحد بالشعب ما يعرف. الشعب العراقي فتح على قولته، اللي يقول فتح بالتزاب، فتحين بالتزاب. نعرف هاي اللعبه، تجيب لك شم شغله وتقول المظاهرات، تجيب لك شم شغله تصورها تقول عيب عيب. اكو ناس ايش يسوي اللي يطلع اللي عايف اهله، عايف عمله، عايف دراسته، يدور هاي الكسرات. والله العظيم انا بالمظاهرات ورحت، الله شاهد، نعم استاذ عمر، يعني من اقعد بالمظاهرات كانما شلون يوم المحشر عندي، لا لي نفس اتبوع على بنيه، لا لي نفس على بغير شغله، يعني بالي هم الوطن، يعني لا بالي اشرف، لا بالي اخذ شيء حبوب، لا بالي. وهاي الناس جاي طلع دعايه، يوم شو يقولون؟ الشاي فيه حبوب، يوم يقولون الاكل فيه حبوب، يوم يقولون جاي يوزعون فلوس، وين الفلوس؟ كروه ما عندنا نمشي، كروه، والله العظيم كروه ما عندنا، وهذا المطعم التركي اللي جاي يقولون عليه بكريستال، والله العظيم طبيت غرفه غرفه، وطابق طابق، وما لقيت، واني لو لاقي، وانا واحد من مظاهري، لو لاقي هل قد لاقول وانتظر وامشي، انا ما اقبل، بس هذا الشيء ما موجود. زين، واللي قلت لك انه البرلمانيين جماعه المقتدى يعني يستهزئ فينا، شو يقول والله اعطيني الشهيد، وانت جاي تلعب علينا؟ انت جاي تلعب على 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 الشعب العراقي؟ شو الاستهزاء هذا؟ انتم سويتوا مجزره بالنجف وتقول ماكو شهادات؟ زين، شنو قبعات الفقراء؟ وشنو هي القبعات؟ الناس تعبانه، لا اخلاق، لا وطنيه، وجاي على اساس حمايه. وكنت انت قدرتك علي؟ انت على كل عندنا مثل ابن عراق اللي قدرت ابوي على امي، يعني انت بس عاية علي؟ ولك انت روح شوف الدول اللي فوق الباقوك، يعني انت الارهابي الداعشي اللي كاتب الاف مؤلفه علي حمايه او يعني خاف واحد يعذبه، والمتظاهر اللي الدنيا ضايقت بعينه يطلع يعني في الكتله، هذا كتله حلال ذاك كتله حرام؟ ولك شويه نصفوا يا مجرمين، نصفوا يعني من كل الوسائل، يعني منين تجيها؟ اشو يعني من الخدمات صفر، من ناحيه الرواتب صفر، من ناحيه المستشفيات صفر، من ناحيه التعليم صفر، ماكو شيء مسوينا، واسطات، محسوبيات، تروح المستشفى واسطه، تروح عندك عمليه واسطه، عندك يعني هاي انتم شلون طالعين بيها؟ الله اكبر عليكم، الله ان شاء الله ينفقكم، ان شاء الله ينفق الخنازير، لا والله الخنازير هم احسن. شنو انتم؟ شنو ما تفكرون؟ يعني هسه انا من 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 جاي اطلع، اوف انا هسه انا واحد مبارك، افرض انا صدري، افرض انا حزب الدعوه، افرض انا باي حزب، بس عقل ما عندك تفكر؟ ما اشوف هذا غلط؟ يعني لو نرجع وانا جوا واشوف يمشي يعني يمشي عوج، اقول لك تحوج. انتم شنو انتم؟ انتم تعبدون بشر؟ يعني ما معقوله، شنو الفلوس؟ شنو يعني امشي الوطن؟ ليش بعتوا وطنكم؟ ليش بعتوه؟ يعني على مود توكلت؟ على مود لا والله حتى بس ما يعطيكم، على مود شنو يعني بكثير؟ يعني شو احكي انا قليل احكي. نعم. ورغم هاي كلها ان شاء الله المظاهرات بحيل الله وخلي بالك ان شاء الله، وهذول اللي جاي يحاربون والله العظيم ما راح ينتصرون، اللي جاي يحاربون المظاهرات. ايش مهما يجي يوم وتحاسبون وتعلقون، والشعب العراقي ياخذ قصاص من عندهم، لان هذول ظلموا وكتلوا وجاي يجاهدون مجاهدة على مود يخربون المظاهرات، بس إن شاء الله ما تخرب، إن شاء الله، لأن لا دام هيش أكو جيل، ما صار الجيل هذا بتقالي مواليد الثمانينات، هذا الجيل ما صار. أنا قريت كتب بس 1920 صارت، وهاي أضبط من ديكة الشهداء اللي وقعت هاي المظاهرات مال ثورة تشرين، أكثر من شهداء ثورة العشرين. واللي قادوها هاي اللي قادوها انقذ من الشخصيات، وذيك انتصرت ورغم بها شوائب ساعات مشت، وان شاء الله هاي ذول الاحزاب اللي كان قاتلهم الجوع اللي كان يقدون بالخارج هسه قاعد يجي يتمرجع علينا، ولكم عيب، ولكم انتم عراقيين، ولكم انا ايش مهما كان انا عراقي،
بلدي فوق كل شيء. ان شاء الله ابو علي ثورة منتصرة بعون الله. انا اشكرك ابو علي من كربلاء. كان معنا ابو حسن من بغداد. ابو حسن تسمعني؟ يبدو اننا فقدنا اتصال مع ابو حسن من بغداد. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. ابو حسن من بغداد يعاود الاتصال بنا. تفضل ابو حسن. ابو حسن تسمعني؟ انقطع اتصال مره اخرى مع ابو حسن. خلينا نقرا رسائل واتساب. روان تقول اني طالبه اعداديه من محافظه ذي قار منداوم ومستمرين بالاضراب العام حتى تحقيق المطالب الشعبيه. نقرا رساله اخرى. أبو عمار يقول السلام عليكم. لا زالت الحكومة وميليشياتها والأحزاب الدموية تحاول إنهاء التظاهرات السلمية وبقلق وشجب واستنكار من الأمم المتحدة والمرجعيات الصامتة كما يقول. يقول رحم الله شهداء العراق والشفاء العاجل لجرحانا والخزي والعار للأحزاب الفاسدة. أبو أوس من تركيا يقول أعلم يا سيد مقتدى لم يكن مجرد اختلاط بين جنسين، كان اختلاط الدم والوطن والمبدأ. يكفي أنهن صاحبات موقف واحد وحقيقي تجاه الوطن. وجود الشابات والنساء العراقيات في ساحات التظاهر له معنى أهم وأكبر من مجرد تواجد أو فكرة غريزية يستغلها البعض للطعن في التظاهرات ونقائها. وجودهن كان محركا للهمم. تحية لكل عراقية طاهرة شاركت إخوانها لهمومهم وثورتهم ضد الظلم في ساحات التظاهر. محمود من مصر يقول والله الشعب العراقي ما يستاهل اللي بيحصل معاه. الشعب ده شعب عظيم وربنا يحمي العراق والعراقيون من كل شر
وإن شاء الله ربنا راح يأخذ حق الشهداء من مقتدى يقول والحكومة الفاشلة اللي شغالين عند إيران، ربنا ينتقم منهم إن شاء الله وحسبي الله ونعم الوكيل يقول. نعم كرار من ميسان، تفضل كرار. السلام كرار. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أنا كرار من ميسان وقضاء المجر الكبير. حياك الله يا أهلا بك. شلونك حبيبي شيخ بارك؟ الله يسلمك ويخليك، تفضل أخي. نعم على مود المتظاهرين. نعم. يعني ناس يعني طالب الحقوق، طالب الأموال، طالب الرواتب، التحسين. يعني العراق يعني انظلم، يعني مو مستعد مع السيد. يعني السيد راد صلاح ما راد يعني خلاص. نعم. إيه أنا كرام ميسان. يعني لا يخطون السيد يعني. السيد صلاح في الحقوق تعبان. يعني العراق والمولي يعني فيه. يعني والله أمريكا تدوس لي حساب هاي قوانين حرام الدواعي غير الدواعي. يعني إيش السايات كانت تكتر يعني يعني حقوق ما أدني ليش يعني حرام تعبان يعني اسم تعدد أعمار شو الخدمات تعبانة يعني رواتب لا أكو لا بنى تحتية شباب قاعدة عمل ماكو يعني رحمة الوالدك يعني شوف هذا سيد عميري يصطاح ويري النظام يعني حشاك يوم هذول الكراس كلها حرامية يجيبون واحد أخذ من الثاني. نعم بس واقفة ساعدني مشاريع واقفة مدارس واقفة يعني ليش هاي عمارة محافظة تعبانة خدمات ما تشف ماكو رحنا نوعدك يعني الباص 3000 حتى الله ما يرضى. نعم. مدارس بنى تحتية كل شيء ماكو حياة. مجال لا بيها خير. بلديات تعبانة رواتب ماكو. وإحنا يعني سنهار إذا طلع مظاهرات موجودة بالعمارة دوام يعني تعبان مدارس كلها. نعم. وشكرا حبيبي. أنا أشكرك أخي كرار من ميسان كان. معنا رسالة يقول السلام عليكم تحية لكادر البرنامج والمشاهدين الكرام، يقول عجبي على شوارب تهتز للاختلاط بين الجنسين ولا تهتز على ثكال الحشد الذين ما زالوا يتسولون لأجل لقمة العيش ولم تهتز الآلاف لجرح الحشد الذين تم تسريحهم ومن دون أي ضمان لحقوقهم ولم تهتز للضابط علي الشيعة السوداني الذي أودع السجن لأنه كشف عمامة تهرب المخدرات والكثير الكثير من المواقف التي لم تجد من ينصف أصحابها. أبو محمد من أمريكا يقول تحية إلى ساحات العز والكرامة، يقول هذا أول نصر على الطائفية وقريبا إن شاء الله ينتصر الشعب على الباطل. أبو حازم من الأحواز رسالة يقول السلام عليكم أنتم أبطال واستمروا ضد اضطهاد الفاسدين ولإظهار الفاسدين وإن شاء الله ثورة تشرين منصورة بوجودكم ووجود الشباب الأبطال. أم الوفا الكربلائية تقول تحياتنا للكادر وشكرا لك أستاذ عمر، تقول نعزي عائلة الشهيد الذي سقط اليوم بالناصرية، الله يرحم شهداء العراق، ذمة برقبة السيد مقتدى كما تقول. أخي أحب أقول لمقتدى أنت باقي بإيران، يا ريت تسحب ربعك لإيران خاطر العراق يصير أمان، كافي جبتها من 2004 لحد هسه تقتل إلك ماضي مع جيش المهدي وهسه قبعة زرق عذرا على الإطالة. نعم نعم. حيدر معنا اتصال، حيدر تفضل. حيدر حيدر من المتنة. سلام. من وين حيدر؟ من المتنة حبيبي. شلون حياك الله عيني. حياك يا أهلا بأهل المتنة. يا هلا بيك. رحم الله. الله يسلمك عيني. والله بالنسبة لهذا الشباب طالع كاتين لازم. نعم. إيه. أوجه لهم. أوجه سؤال للحكومة. الحكومة. يعني
17 سنه اشتغل بالحكومه، يعني تروح معامل الا يعصى تسجل رعايه هم اهم ادوات. الو نعم حيدر وياك. يعني العده واصله يا مشاكل. اسمع بالنسبه للعلاج البيصاري ما عندك الصيدليات ما تلقى. بالنسبه للوجبه يعني حيدر اذا تقدر ترجع تتصل بينا لان الصوت دا يقطع الصوت مو واضح يكون افضل. واني اشكرك. نعم يقول السلام عليكم، انا اسمي يوسف جمال من بغداد قريه التاج الفحامه. يقول لا نستطيع التظاهر، يتهموننا بالارهاب داعش او من حزب البعث اذا خرجنا للتظاهرات، لكن دعواتي فقط لهم اللهم ينصرهم على الفاسدين وتحياتي. يقول استطيع اتصال. نعم عزيزي تفضل تقدر تتصل. طبعا كذلك توافد المتظاهرون في محافظه كربلاء الى ساحه اعتصام الاحرار وسط المدينه تاييدا للمعتصمين في الساحه، وكما شفنا قبل قليل مقتطفات لطلبه الجامعه هناك في جامعه الكوفه. اكد متظاهرو كربلاء على استمرارهم بالتظاهر والاعتصام على الرغم من استخدام القوات الحكوميه والميليشيات العنف المفرط ضدهم وانخفاض درجات الحرارة وموجات البرد التي يشهدها العراق. ردد المتظاهرون هتافات تندد بالتجاهل السلطات الحكومية لتنفيذ مطالبهم المشروعة، وأخرى ترفض محاولات أحزاب السلطة للالتفاف على الثورة وحرف مسارها الوطني. كما أشرنا أكد طلبة محافظة النجف استمرارهم بالتظاهر السلمي حتى تحقيق المطالب المشروعة، كما وجددوا رفضهم لرئيس الحكومة الجديد محمد توفيق علاوي الذي جرى اختياره بتوافق الأحزاب الحاكمة. في النجف كذلك خرج طلاب جامعات النجف بمسيرة رافضة لرئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، أعلنوا فيها الحداد على شهداء ثورة تشرين وأكدوا استمرارهم في الإضراب عن الدوام حتى تحقيق مطالب ثورة تشرين. اليوم كذلك عدد من الناشطين العراقيين عبروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن امتنانهم للتظاهرات المنطلقة منذ تشرين الأول الماضي، فيما استعرضوا الإيجابيات التي أفرزها الحراك الشعبي عبر إطلاق وسم حمل عنوان شكرا للتظاهرات لأنها، طبعا بعدها يكتب لأنها وحدت العراقيين، لأنها يعني ألغت الطائفية، لأنها وحدت الشعب، لأنها جعلت الشباب على قلب واحد. طبعا تناولت تغريدات الناشطين في التظاهرات عددا كبيرا من الجوانب الإيجابية التي أفرزتها ثورة تشرين، من ضمنها إرباك الأحزاب السياسية الكتل السياسية الحاكمة. قدم آخرون شكرهم للتظاهرات لأنها أظهرت وعي الشعب العراقي فضلا عن التركيز على أن التظاهرات قضت على الفوارق الطبقية والفوارق الطائفية، وكيف أنه الشباب العراقي أثبت بأنه شباب واعي، شباب مثقف، الكثير بل الأغلبية منهم ينتمون للعراق ولا ينتمون إلى الأحزاب. كذلك اليوم نظم أصحاب الشهادات العليا تظاهرات واعتصامات مفتوحة أمام مبنى وزارة التعليم العالي في بغداد. البارحة كذلك يوم الأحد كان هناك تظاهرات مليونية للطلاب، طلاب جامعات بغداد وكذلك الثانويات. مصادر صحفية تحدثت بأن أصحاب الشهادات العليا أعلنوا اعتصاما مفتوحا أمام وزارة التعليم العالي قرب ساحة الطيران ببغداد حتى تحقيق المطالب والمتمثلة بتعيينهم وتوفير فرص عمل لهم. كان حملة الشهادات العليا قد تظاهروا أمس كما أشرنا قرب مبنى وزارة التعليم العالي، فيما حاولت القوات الأمنية بمنعهم من المرور باتجاه وزارة التعليم العالي. تحياتنا إلى قناة الرافدين صوت العراق الحر من النجف. رسالة أخرى، السلام عليكم فدوى، أريدك تقرأ رسالتي مناشدة إلى وزير التربية. شنو ذنب الطلاب خلصوها بالمظاهرات لحد الآن؟ لا امتحان نص سنة ماكو، تقررت امتحانات الوزارية شنو ذنبهم وما درسوا بعد 4 أشهر امتحانات وزارية؟ دويش يتساوون ويا شلون أهل الشمال اللي مدارسهم مفتوحة ما سدت يوم واحد بيها بس طاح بيها بس أهل الجنوب. أختي العزيزة
يعني احنا لازم ننظر الى الامر مو فقط انه الامر المدارس اللي ما بها رحلات او المدارس ربما اكو محافظات بها دوام، نعم، بس خليها ببالك انه اغلب الجامعات اللي في العراق واغلب المدارس هي اللي اضربت عن الدوام، يعني مو جامعه او جامعتين بل هي الاغلبيه، والناس من سوت هذا الاضراب بعد 17 سنه ماكو رحله، ماكو مدرسه فعليه للطالب، ماكو توظيف، يعني انت اليوم تخلص جامعه وما عندك توظيف، فلازم انه واحد يصبر حتى ينول وحتى يحقق مطالبه. نعم. رسالة يقول السلام عليكم، لو المتظاهرين يفوضون قائد يثقون به مثل ما سوى المتظاهرين في مصر يكون أفضل، يعني المقارنة حتى نكون منصفين. طبعا صحيفة نيويورك تايمز تحدثت اليوم، صحيفة نيويورك تايمز تحدثت اليوم عن الفن في العراق الذي ولد من رحم التظاهرات الشعبية المناهضة للعملية السياسية، وأوضحت الصحيفة بأن ساحة التحرير تعتبر مركزا للإبداع حيث يغطي الفن الممرات بداخله والمساحة الخضراء من خلفه والشوارع المؤدية للساحة، واصفة مبنى المطعم التركي في ساحة التحرير ببغداد بأنه مغطى بلافتات تحمل رسائل مناهضة للحكومة وقوات الأمن. معنا اتصال يوسف من بغداد، تفضل يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا من بغداد، بغداد التاجر. نعم حياك الله، يا هلا بك عزيزي. تحياتي للمشاهدين وللمتظاهرين ولكل كافة محافظات العراق. أنا ما نقدر نطلع للتظاهرات لأن بسبب تهديدات من وهاي السوالف، لأن يتهموننا بأربع أرهاب وهالسوالف، واحنا دعواتنا للمتظاهرين جميعا ان شاء الله. وتحياتي لكم. يا اهلا بك. يوسف من بغداد كان معنا. نعم، طبعا نقابه المحامين العراقيين اكدت استمرارها لدعم مطالب المتظاهرين، واوضحت النقابه في بيان لها بانها تدعم التظاهرات عبر المشاركة الفعلية أو بتقديم المساندة القانونية والقضائية في الدفاع عن حقوق المتظاهرين. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم. وعليكم أحمد. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية لك والمشاهدين الكرام. حياك الله. بالنسبة للمتظاهرين اللي احنا حاليا عبرنا 100 يوم، يعني شوف الحكومة وقفت عاجزة عن تلبية طلبات المتظاهرين، يعني هسه حصروها بين منصب رئيس الوزراء، واحنا نعرف رئيس الوزراء محمد علاوي خرج من رحم هذه الاحزاب وهو جزء من عمليه سياسيه وكان وزير فاسد، فبقيه المطالب اللي عند المتظاهرين يعني ما يعني سوفوها، يعني عده مطالب هي محاسبه الفاسدين والخدمات والتعيينات وغيرها، يعني شفنا والوزارات اللي حاليا هي عاجزه عن أداء العمل للوزارة، يعني شوف وزارة الزراعة ماكو أي إنتاج عندها، وزارة الصناعة ماكو أي إنتاج، الكهرباء الكل يعني خلّم أنظار المجتمع بس الصب على منو يختار رئيس الوزراء وش راح يشكل حكومة، وإن كل المتظاهرين اللي طالعين بالشوارع حاليا في جنوب العراق وبغداد أن مطلبهم صار رئيس وزراء، وهي نعرف إحنا ساحات الاعتصام والمتظاهرين هم ضد محمد علاوي، يعني ما حقق انفه شيء، ان الاحزاب الحاكمه ميليشيات التابعه الى ايران يعني ما سووا انفه شيء، بعدهم هم المهيمنين على الوضع السياسي والامني والملف الامني وبكيفهم يتحكمون، القضاء بديهم والقرارات بديهم والبرلمان بديهم والمطالب ماكو اي مطلب تحقق، يعني ماكو أي وزير سابق تحاسب أو نحال إلى القضاء العادل في سبيل الناس، شوية تقول لك قام يشتغلون بملفات فساد أو غيرها، يعني 17 سنة إذا تشوف كل وزارات الدولة عندها مشاريع، هاي المشاريع وينها على واقع الأرض على واقع حالنا، يعني حاليا يعني ماكو، كلها مشاريع وهمية وكلها تعطيل، وكل هاي الأموال اللي صرفت اللي هي أكثر من مليار دولار
عائدات النفط فقط. يعني وين راحت؟ وين هاي المشاريع، المدارس والمصانع والمزارع ودعم الزراعة ودعم التعليم؟ كلها صفر، كلها رجعت للوراء. ماكو أي إنجاز للحكومة خلال هاي 17 سنة. المتظاهرين حاليا جاي يتظاهرون وماكو ملبي لهم لا من مرجعية ولا من رئاسة الوزراء السابقة ولا الحالية. وشفنا محمد علاوي على الدماء العراقيين الطاهرة اللي سفكت في النجف واليوم في ذي قار وغيرها، ما صدر أي قرار لمحاسبة من الجاني. احنا نريد نعرف، يطلع بيان رسمي، يطلع بيان. عندنا اتصال وما بقى عندنا وقت. علاء من بابل، تفضل علاء. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك استاذ شرفاتك؟ الله يرحم والديك. اهلا وسهلا بك. الله يرحم والديك. بالنسبة للمتصلين دائما يقولون السيد والسيد. السيد بالنسبة ما هدف شيء مثلا، يعني سواء للشعب وضد الشعب وكذا. رجال الإصلاح لا أكثر ولا أقل. نصي التلفزيون على نصي ديال الاخير. اي نعم، نصيت لك يا استاذنا العزيز يا بعد قلبي. نعم. تفضل. فهو شفت متصلين يعني قالوا السيد وقبعه الزرق وما اعرف ايش. نعم. فما سوى شيء السيد مثل غلط. بالعكس يعني السيد وقف ويا الشعب ومشى ويا الشعب. زين، واللي قتلوا بالنجف؟ من قتلهم؟ ما اعرف يعني ما مستحيل هذا الشيء يعني. شلون مستحيل؟ يعني الصوره وصوت وطلعت مظاهرات بعشرات الالوف تتهم القبعات الزرق بقتلهم. معقوله ما شفته ما سمعت؟ والله يا استاذ انا بالنسبه لي قلت لك لا تابع يعني لا. ما هو تابع له، بس انا قاعد اشوف. لا يعني فاهم. مو يعني علاء مو تابع له اصلا. علاء، التيار الصدري مشارك بالتظاهرات تمام من يوم 1/10/2019، بعدين انسحب. نعم. وبعدين رجع تمام، اخذوا المطعم التركي. نعم. زين، انت من تنزل الناس من المطعم التركي وتحاول فض التظاهرات بالتواثي وبالسلاح، ليش ليه انت تفرض شخصيه؟ لا مو تفرض. نعم. انت تفرض الشخصيه. انا ما تابع. لا لازم تتابع، لازم تتابع. فرضوا شخصيه محمد توفيق علاوي ويريد يفرضوها على الشارع بالقوة. يريد يفرضوها بالقوة. والبارحة إذا مراد الشعب ماكو بالقوة. إذا مراد هذا الشيء راجع للشعب. بالضبط. خلاص. راجع للمتظاهرين. بالضبط. المتظاهرين من يقول لك هذا اليوم. هاي الشخصية. هاي الشخصية ما نريدها. وهاي الشخصية هي من ضمن الطبقة السياسية. أنا أشكرك علاء من بغداد من بابل كان معنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.